الحزن إذا استسلمت له فاتك أجر الله، ولا سيما إذا كان تسخطا على أقدار الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما يصيب المسلم من نصب ولا هم ولا غم ولا أذى ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولذلك لماذا يستسلم الإنسان للحزن وكل شيء مقدر؟ كل يوم هو في شأن جل وعلا، تفسيرها أنه جل وعلا في كل يوم يفرج همه، ينفس كربا، يغني فقيرا، يشفي مريضا، عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمره. لا تحزن،